الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الشرح أن هذا فصل معقود لبيان شروط صحة الصلاة زيادة على الطهارة من الحدث وعن النجاسة، ولبيان مبطلات الصلاة. أحبابنا، العبادة لابد أن تكون موافقة للشريعة حتى تكون صحيحة مقبولة عند الله. وشيء يحزن القلب أن أكثر الناس يكتفون بصور العبادات فلا يتعلمون ما هي أركان هذه العبادة. مثلا، ما هي أركان الصلاة، أركان الصوم، أركان الزكاة؟ لا يعرفون، ثم يعملون صورة الصلاة، صورة الزكاة، صورة الصيام، صورة الحج، ولا يكون عملهم موافقا للشريعة، ويظنون أنه يكفيهم ذلك لأنهم نووا هذه العبادة. وهذا غلط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. من الرسول تعلمنا كيف تكون الصلاة صحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. من الرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا أركان الحج، أركان العمرة. فعليكم بالتعلم، عليكم بعلم الدين. سبيل التقوى علم الدين، سبيل النجاة علم الدين، حياة الإسلام علم الدين. بدون علم الدين لا يكون الشخص سالما، بدون علم الدين لا يضمن الشخص أن تكون عبادته صحيحة وأن تكون معاملته صحيحة. لذلك اهتموا لعلم الدين أكثر من اهتمامكم لأي شيء آخر، لا سيما لعلم العقيدة. من كان على عقيدة صحيحة ومات على العقيدة الصحيحة، على الإسلام، على الإيمان، مهما جرى عليه لا بد في النهاية هذا الإنسان أن يدخل الجنة، لأنه مات مسلما، مات مؤمنا. أما الإنسان الذي يموت على العقيدة الفاسدة، مهما كان عمل هذا الشخص، يموت على اعتقاد أن الله جسم، أو أن له شكلا أو طولا أو عرضا أو جسما أو مكانا أو جهة، أو أنه ينزل حقيقة يصعد حقيقة، أو أنه يتصف بالأعضاء بالجوارح، أو أنه يتصف بالكلام الحادث، فهذا ليس مؤمنا، ليس مسلما. هذا مهما فعل لا تقبل منه أي عبادة. فلذلك الاهتمام الأول لعلم العقيدة، ثم بعد ذلك لعلم الأحكام، حتى يكون الشخص عرف ما فرض الله عليه وعرف ما حرم الله عليه، فيقوم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات حتى يكون ناجيا في قبره بإذن الله وفي الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أينما كنت إذا أردت الصلاة تتوجه إلى القبلة، تتوجه إلى الكعبة الشريفة، أي جهته. والاستقبال لا يكون في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها. الشرح: يشترط لصحة الصلاة استقبال الكعبة، أي جرمها، أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة. فلو استقبل مشاهد الكعبة الكعبة ببعض بدنه وبعض بدنه خارج عنها لم يكفي. والمراد بالكعبة القدر القائم الآن. والمراد بالاستقبال أن يستقبل بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود. والقادر على الاجتهاد في القبلة لا يأخذ بقول مجتهد غيره. إذا إنسان كان يستطيع أن يجتهد لمعرفة اتجاه القبلة،
لا يأخذ بقول إنسان آخر هو اجتهد لمعرفة القبلة، وإن فعل لا تنعقد صلاته بل يجتهد هو لنفسه. وأما إن دخل بيت ثقة فقال له صاحب البيت الثقة: عن علم لا عن اجتهاد القبلة هكذا يجوز له الاعتماد على كلامه. يعني الإنسان مطلوب منه أن يتعلم إذن كيف يعرف اتجاه القبلة. أقوى أدلة القبلة النجم القطبي. النجم القطبي هو هذا النجم القطبي نجمة من بنات نعش الصغرى. توجد مجموعة نجوم في جهة الشمال، هذه النجوم تسمى بنات نعش الصغرى، واحد منها النجم القطبي. وتوجد نجوم تسمى بنات نعش الكبرى. بنات نعش الكبرى ثلاثة منها تسمى بنات، وأربع نجوم تسمى نعش. آخر نجمتين في بنات نعش الكبرى، إذا إنسان أخذ هكذا خطا مستقيما بالنظر يصل إلى النجم القطبي الذي يلزم جهة الشمال. قال الفقهاء: أقوى أدلة القبلة النجم القطبي. وقالوا: من كان يسافر فرض عين عليه أن يتعلم النجم القطبي. لما يحمل الشخص البوصلة التي هي تعطي الاتجاه الصحيح، الجهة التي يضعون عليها لونا مميزا كالذهبي مثلا، هذه تكون إلى جهة الشمال، الجهة المقابلة هي جهة الجنوب. وفي بلاد الشام القبلة إلى الجنوب الشرقي مع الميلان حسب البلد، حسب الموقع الذي أنت فيه. وفي أوروبا كذلك إلى الجنوب الشرقي مع ميل أكثر إلى الشرق من بلاد الشام. فالشخص الذي يريد الصلاة لابد أن يتعلم كيف يستدل لمعرفة اتجاه الكعبة الشريفة. الشخص يتعلم كيف يعرف الشرق والغرب والشمال والجنوب، ثم القبلة في هذه البلاد التي ذكرتها الآن إلى الجنوب مع الميل إلى الشرق على حسب المكان الذي هو فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأما الطفل المميز الذي لا يستطيع الاجتهاد فيقال له: القبلة من هنا. يدله شخص يقول له: القبلة من هنا، صل إلى هذه الجهة. إن رأى محاريب المسلمين المنصوبة في بلد أو قرية يكثر مرور المسلمين بها صلى إليها ولم يجتهد بالإجماع، لأنها لا تنصب إلا بحضرة جماعة من أهل المعرفة بسمت الكواكب أي النجوم والأدلة، فجرى ذلك مجرى الخبر. نعم، يجوز له الاجتهاد في التيامن والتياسر في الأصح، إلا في محراب المدينة وكل بقعة ضبطت صلاته صلى الله عليه وسلم إليها، فلا يجوز فيها بحال. وإن كان في برية، إنسان كان في سفر مثلا فصار في صحراء واشتبهت عليه القبلة، اجتهد في طلبها بالدلائل من الشمس والقمر والنجوم والريح ولا يقلد، فإن تحير صلى كيف كان في الأظهر ويقضي. وكذا لو ضاق الوقت عن الاجتهاد فإن لم يعرف الدلائل ولم يمكنه تعلمها أو كان أعمى لا يراها قلد بصيرا يعرفه يعرف الدلائل ثقة ولو كان عبدا أو امرأة، بخلاف الفاسق والمميز، ولا يقضي ما يصليه بالتقليد. فإن لم يجد من يقلده صلى على حسب حاله لحرمة الوقت وأعاد. أما من أمكنه تعلم الدلائل فيحرم عليه التقليد بناء على أن تعلمها فرض عين كالصلاة وكالوضوء وغيره من شرائطها. وقيل إنه فرض كفاية كسائر الأحكام الفرعية وعليه له التقليد
ولا إعادة. قال المؤلف رحمه الله: ودخول وقت الصلاة الشرط من شروط صحة الصلاة معرفة الوقت يقينا، كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء. الظل يتقاصر، الشمس تشرق الظل، ظل الشاخص يعني يتقاصر، إذا بلغ غاية القصر ثم بدأ في الزيادة وصار هذا الظل في جهة الشرق، معناه الشمس مالت عن وسط السماء إلى جهة الغرب، معناه دخل الظهر، هذا يسمى الزوال وهو دخول وقت الظهر. أو يعاين تحوله إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء، أو ظنا باجتهاد، كأن يعتمد على صياح الديك المجرب، جرب هذا الديك أنه يصيح عند دخول الفجر، فإذا أخذ بهذا ظنا بالاجتهاد يجوز له ذلك. وإذا عمل التقي الثقة العارف تقويما لأوقات الصلاة اعتمادا على مراقبته يجوز أن يعتمد عليه، لكن الأفضل أن ينظر الشخص بنفسه إلى الظل لصلاة الظهر والعصر، وإلى الأفق للصلوات الثلاث المغرب والعشاء والصبح. وكذلك يعرف دخول الوقت بقول الثقة أو بسماع أذانه، يعني إذا قال ثقة، هذا الثقة يخبر عن معاينة، نظر فوجد أن الشمس مالت عن وسط السماء فقال أخبر دخل الظهر، أو أذن الثقة، يجوز لنا أن نعتمد على ذلك. ولا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت. وأما من اشتبه عليه الوقت لأجل غيم فيجتهد بناء على ما مضى من الأيام التي راقب فيها على التحقيق. قال المؤلف رحمه الله: والإسلام، يعني لا تصح العبادة من الكافر. والتمييز، وهو أن يكون الولد بلغ من السن إلى حيث يفهم الخطاب ويرد الجواب. الشرط من شروط صحة الصلاة أن يكون المصلي مسلما، فالكافر لا تصح منه الصلاة ولا أي عبادة. لذلك لا نقول لإنسان مرتد، لإنسان كافر أتى بصورة الصلاة، لا نقول له تقبل الله، لأن الله لا يتقبل منه. كذلك التمييز شرط، فالولد غير المميز لا تصح منه الصلاة، فلا يقال لغير المميز صلي، بل يقال له انظر كيف الصلاة. ولا يمزح في هذا، بعض الناس يمزحون يقولون للطفل الصغير الذي هو ابن سنة أو سنتين أو 3 سنوات تعال صلي معنا، أو إذا رأوه يعمل الحركات يقولون يصلي، أو إذا امتنع جزءا من النهار في رمضان يقولون هذا صام، أو أنت صيامك كالكبير مثلا. كل هذا لا يقال. من شرط صحة العبادة، من شرط صحة الصوم، من شرط صحة الصلاة التمييز، أن يكون هذا الطفل بلغ بحيث يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال المؤلف رحمه الله: والعلم بفرضيتها. الشرح كذلك يشترط لصحة الصلاة العلم بفرضيتها، فلو كان يتردد فيها هل هي فرض أو لا، أو اعتقد أنها نفل ليست فرضا لم تنعقد صلاته حتى يعرف أنها فرض فتصح منه. إنسان مثلا دخل في الإسلام من جديد، وبعد ما تعلم ما هي الأمور التي لا بد منها للمسلم، الأمور المفروضة على المسلم، ما تعلم فظن أن الصلاة ليست مفروضة، هذا لو صلى لا تقبل منه الصلاة، لأنه يعتقدها ليست مفروضة، ولا يكفر لكونه قريب عهد بالإسلام. لا بد أن يعرف، أن يعتقد أن الصلاة فرض، إذا صلى بعد ذلك تصح صلاته. قال المؤلف رحمه الله: وألا يعتقد فرضا من فروضها سنة. الشرح أن من شروط صحة الصلاة ألا يعتقد أن فرضا من فروضها سنة، أي غير واجب،
كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة وغير ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعية. أما من اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فرض صحت صلاته، ومن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة ولم يقصد بفرض معين أنه سنة، فإن صلاته صحيحة سواء في ذلك العامي وغيره. يعني اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة وما عين، أما لو قال عن فرض اعتقد عن فرض أنه سنة فهذا لا تصح صلاته. قال المؤلف رحمه الله: والستر بما يستر لون البشرة لجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين، وبما يستر ما بين السرة والركبة للذكر والأمة من كل الجوانب للأسفل. الشرح: يشترط لصحة الصلاة ستر العورة مع القدرة، ولو كان في ظلمة وخاليا تأدبا مع الله تعالى. ومن لا يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر السوأتين، وإن وجد ما يكفي إحداهما ستر به القبل، وإن لم يجد صلى عريانا ولا إعادة عليه. دين الله يسر، دين الله يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والعورة في الصلاة في حق المرأة الحرة أي الأنثى التي هي غير مملوكة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. وجه المرأة ليس عورة بالإجماع، ما فيه خلاف، فوجه المرأة ليس عورة وكفاها ليس عورة. ماذا يجب عليها؟ أن تغطي في الصلاة كل البدن ما عدا الوجه والكفين. والستر يحصل بما يستر لون الجلد والشعر، وأما ما لا يستر اللون فلا يكفي. فلا يكفي الثوب الرقيق الذي تميز من خلفه البشرة السمراء من البشرة البيضاء. وأما حد العورة بالنسبة للذكر والأمة فهو ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة، إنما العورة ما بينهما. وهذا الستر المشترط إنما هو من الأعلى والجوانب لا من الأسفل، فإنه لو صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى عورته لمن نظر من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى والجوانب صحت صلاته. قال في شرح الروض: ولا يجب عليه الستر إلا من أعلاه وجوانبه، لأنه الستر المعتاد بخلافه من أسفل. ولو كان الإزار يستر عورته حال القيام ثم انكشف عن شيء منها بسبب سجوده أو قعوده بطلت صلاته. قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فسر بستر العورة في الصلاة. والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبين: قميص، هذه الجلابية يقال لها قميص، قميص طويل، ورداء. يستحب أن يصلي الشخص في قميص ورداء، هذا الذي يرتدى يوضع على الكتفين عادة يلف هكذا، أو إزار وسراويل. الإزار ما يستر به النصف الأسفل، والسراويل معروف ما هو السروال الذي يقول له كثير من الناس في بعض البلاد الشامية البنطلون. ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع وهو ما يستر أغلب البدن، يقال له فستان في كثير من البلدان العربية، وخمار وهو ما يغطى به الرأس، وسراويل ما يلبس للقسم الأسفل، ورد في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله المتسرولات من النساء، والله تعالى أعلم وأحكم. السؤال عن أولي العزم من الأنبياء: ما معنى أولي العزم ومن هم أولو العزم؟ أولو العزم هم الذين بلغوا الغاية في الصبر من بين النبيين، بلغوا الغاية. كل النبيين
صابرون. كل النبيين كما سبق وبينا لا يحصل منهم كفر، لا يحصل منهم كبيرة، لا يحصل منهم صغيرة فيها خسة أو دناءة، وكلهم صابرون يدعون إلى الله كما أمروا، لا يقصرون في الدعوة إلى الله. الذين بلغوا منهم غاية الصبر يقال لهم أولو العزم، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، جمعهم بعضهم في هذا البيت، محمد إبراهيم موسى كليمه وعيسى ونوح هم أولو العزم فاعلمي. فهؤلاء أولو العزم بلغوا الغاية في الصبر من بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. السؤال عن الولاية وكيف يصل الشخص إليها. الولي هو من تولاه الله بالعناية، وهو قام بطاعة الله الطاعة الكاملة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله يجعلنا منهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأولياء لا يخافون في قبورهم ولا يحزنون، قبورهم منورة موسعة مملوءة بالأنوار والخضر، لا يحصل لهم فزع، لا يحصل لهم خوف، لا يحصل لهم قلق، لا يحصل لهم ضغطة القبر، لا يحصل لهم العذاب، وفي الآخرة أيضا ناجون، لا يدخلون جهنم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله تعالى يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عند الموت يأتي عزرائيل عليه السلام بشكل إنسان صالح يسر المنظر، ينظر إلى عبد الله الصالح بعد أن يأتي ملائكة الرحمة وجوههم منورة كالشمس، يقعدون منه على مدى، يأتي عزرائيل بهذه الهيئة الحلوة الطيبة، يقول له: السلام عليك يا ولي الله، أبشر برحمة الله ورضوانه. الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا من هؤلاء المبشرين. يزول عنه الخوف عن قلب هذا العبد الصالح، الخوف من الموت، لأن الإنسان من شأنه يخاف من الموت. ثم يسل روحه سلا، يقبض روحه بلطف، ثم لا يترك روح التقي في يده طرفة عين، يسلمها لملائكة الرحمة، يأخذونها في قماشة من حرير من الجنة ويزفون هذا الروح من الأرض إلى السماء، والملائكة يزفونه، وهذا الروح يشعر ويسمع ويرى، ويستفتحون. كل سماء لها خزنة من الملائكة، فيقول خزنة السماء: من؟ فيقال: روح فلان ابن فلان. فيقولون: مرحبا بالروح الطيب. وهكذا إلى أن يصلوا به إلى عليين، مكان في السماء السابعة، سجل أهل السعادة يسجل اسمه هناك. إن كتاب الأبرار لفي عليين. الله يجعلنا من هؤلاء ولا يمحى بعد ذلك. هذا العبد الصالح كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن المستقيم بطاعة الله، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، تعلم ما فرض الله، ثم من ثبت على تقوى الله حبب الله إلى قلبه فعل النوافل، فيفعل النوافل ويكثر منها حتى يصير وليا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،
وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. إذا صار هذا الإنسان وليا صار من أهل العناية، تولاه الله بالعناية، فيحفظ له بصره من أن يغرق في معصية الله، وسمعه من الغرق في معصية الله، ويده من الغرق في معصية الله، ورجله من الغرق في معصية الله، ويجعل الله له أسرارا في نظره وسمعه ويده ورجله. هذا هو الولي. الولاية ليست مجرد التظاهر بالولاية، ليست مجرد لبس القميص وتغطية الرأس. الولاية لا تكون مع الجهل. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو شاء له الولاية لعلمه. ما اتخذ الله وليا جاهلا. مستحيل أن يصير الجاهل من أولياء الله. الجاهل بدين الله لا يكون من أولياء الله، مهما كان له من الأتباع ومهما كان له من الأجداد الأولياء. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هؤلاء الناس الذين يقولون إذا سمعوا بالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد: نحن رجال وهم رجال، يعني يساوون أنفسهم بهؤلاء الأئمة وهم يكونون من الجهال. هؤلاء مجتهدون، ما وظيفتهم؟ ما وظيفة المجتهد؟ هذا المجتهد يستخرج الأحكام، يستنبط الأحكام من نصوص القرآن والحديث، وصل بعلمه بما أعطاه الله تعالى من العلم إلى درجة أهلية استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. هذا لا يستطيعه أي شخص. تفسير القرآن يستطيع كل واحد منا أن يفسر القرآن وأن يستخرج، أن يستنبط من الآية الحكم الشرعي أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. يدعو الرسول بنضارة الوجه لمن يسمع حديثه ويعي كلامه. يقول عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه ليس بفقيه، يعني يحفظ النص الذي يحوي الفقه، يحوي الأدلة، يحوي الأحكام، لكنه ليس فقيها ليستنبط منه الأحكام. هذا رد على هؤلاء الذين يقولون هم رجال ونحن رجال، يعنون بذلك ما الفرق بيننا وبينهم، هم رجال ونحن رجال. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرب حامل فقه ليس بفقيه، وفي رواية: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وفي رواية: فرب مبلغ أوعى من سامع، بلغه الحديث أوعى من الذي سمع الحديث ونقله، من الذي بلغ. فالناس يتفاوتون، الصحابة يتفاوتون، ليس كل صحابي مجتهد. قال بعض العلماء: المجتهدون من الصحابة نحو 200، وما بعد ذلك صار يقل هذا الأمر. المجتهد يكون حافظا لكل آيات الأحكام، المجتهد يكون حافظا لكل أحاديث الأحكام، وعارفا بأحوال الرجال من حيث الثقة والضعف والضبط وغير ذلك، ويكون عارفا باللغة العربية، ويكون قوي القريحة، ويكون قوي القريحة، ويكون عارفا بكل المسائل التي أجمع عليها المجتهدون قبله واختلفوا فيها حتى لا يخرق الإجماع. من هو الذي يدعي أنه وصل إلى ذلك وصار كالشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة؟ هؤلاء جهال يتكلمون، يقولون هم رجال ونحن رجال. أين أنت منهم؟ إذا قرأت بعض الكراريس أو أخذت شهادة تسمى الدكتوراه أو الماجستير صرت كالشافعي وأحمد، أو دخلت إلى جوجل، دخلت في الإنترنت ونظرت إلى بعض ما كتب فيها من الأحكام، أو قرأت بعض
الكتب، صرت تظن أنك صرت من المجتهدين كالشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، هيهات هيهات. هم أصلا هؤلاء لا يعرفون شرط المجتهد، ماذا يلزم في الشخص حتى يكون مجتهدا؟ لا يعرفون، فكيف يكون صار مجتهدا ويشبه نفسه بأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ لكن هذا من فساد الزمان الذي نحن فيه. سؤال عن قول بعض الناس لا كلام على طعام، ما أصل هذا؟ هذا أصله من المجوس، في دين المجوس قبحهم الله، الذين يعتقدون بوجود إلهين على زعمهم، إله للخير وإله للشر، يقولون النار والنور خالقان للخير والظلمة خالقة للشر، كفار. في دينهم يقولون حرام الكلام على الطعام، هذا ليس من دين المسلمين. قال الفقهاء يستحب قليل الكلام على الطعام، فإذا لا نقول لا كلام على الطعام، بل نقول يستحب قليل الكلام على الطعام، ولا نوافق جهلة العوام الذين يطلقون ألسنتهم بأقوال ويتناقلونها حتى يظن كثير منهم أنها شيء صحيح وأنها من الدين، وهي خلاف الدين. لماذا نرفع أيدينا إلى السماء في الدعاء؟ نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يديه هكذا، يرفع يديه ويرفع بصره إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة، تعظيما لله تبارك وتعالى. هذا الرفع تعظيم لله، رفع البصر تعظيم لله، وليس معناه أن الله يسكن السماء. السماء بالنسبة إلى ذات الله كالأرض، كل هذه المخلوقات أعلاها وأسفلها بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لأن الله ليس جرما ليس حجما. هذا موضوع مهم أن يفهم. قال الله تعالى وكل شيء عنده بمقدار، معناه أنا خلقت كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، إن كان كثيفا كالإنسان والشجر والحجر والأرض والشمس والقمر له مقدار مخصوص من الحجم، وإن كان لطيفا كالنور والروح والريح والجن والملائكة، كل هؤلاء لهم مقدار مخصوص من الحجم، بعضها صغير بعضها وسط بعضها كبير. أكبر ما خلق الله من حيث الحجم العرش، كل هذه أحجام من خلقها؟ الله. والله يقول ليس كمثله شيء، فلا حجم له بالمرة، فلا يحتاج إلى مكان يحل فيه أو إلى جهة يسكنها. الله لا يقال عنه منتشر كالهواء في كل مكان، الله يقال عنه موجود بلا جهة ولا مكان. ثم الله لا يتصور في القلب، معرفته لا تطلب بالتصور كما يظن المشبهة المجسمة، يعتقدون في الله أنه جسم قاعد على العرش يصفونه بالجوارح والأعضاء، تنزه الله عن ذلك سبحانه وتعالى. قال العلماء السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، نحن نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة، ليس لأن الله يسكن الكعبة، لأن الله أمرنا بذلك، ونحن مأمورون شرعا بالتوجه في الدعاء خارج الصلاة استحبابا إلى السماء، نرفع أيدينا ونرفع بصرنا تعظيما لله تبارك وتعالى. أما الله فهو موجود بلا جهة ولا مكان، هذه عقيدة كل المسلمين. قال الإمام الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، الذي يصف الله بصفة من صفات البشر كافر. وصفات البشر كثيرة، الشكل اللون الحجم التغير الانفعال الأعضاء الجوارح، الكون في الجهة الكون في مكان، النزول الحقيقي الصعود الحقيقي، كل هذا من صفات البشر لا يجوز على خالق البشر سبحانه وتعالى. أما معنى حديث أنت ومالك لأبيك، فمعناه أبوك وكذلك أمك، إن كان محتاجا إليك يجب عليك أن تساعده، إن كان محتاجا إليك بالمال يجب أن تساعده بالمال،
إن كان محتاجا إليك كبرت سنه، يحتاج إليك لتعينه للقيام إلى الوضوء، للقيام إلى الصلاة، يجب عليك أن تعينه، ولا يجوز لك أن تهمله، ولا يجوز لك أن تقول مثلا هو أهملني في الصغر أهمله في الكبر، ليس لك ذلك، حرام، كبيرة، فسق من يفعل ذلك. احتاج للمال، افتقر، يجب عليك أن تساعده بالمال إن كنت مستطيعا. وليس معنى أنت ومالك لأبيك أن مالك ملك لأبيك يجوز له أن يتسلط على مالك بدون رضاك، لا، إنما معناه أبوك له حق في مالك إن احتاجه، أبوك وكذلك أمك له حق عليك إن احتاج لمساعدتك، عجز، صار عاجزا، صار ضعيفا، يحتاج لمن يعينه، عليك أن تعينه للقيام للوضوء، للقيام للصلاة. كثير من الناس، كثير من الشباب، كثير من الشابات أهملوا الوالدين، لا يفكرون في رضا الوالدين. رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، لا يجوز أن تؤذيهما، لا يجوز أن تعقهما، لا يجوز أن تشتمهما، لا يجوز أن تخشن لهما الكلام، لا يجوز العبوس في وجههما، لا يجوز ظلم الوالدين. كثير من الناس يرمون الوالدة، يرمون الوالد في دار العجزة، في مأوى العجزة، وهم يستطيعون أن يقوموا بخدمة هذا الوالد وبخدمة هذه الوالدة. كثير من الناس أخذوا بعادات غير المسلمين، يرسلون وردا في السنة مرة للوالد أو للوالدة دون زيارة، وأحيانا اتصال بالتليفون. نحن عندنا في دين الإسلام بر الوالدين كل يوم، الإحسان للوالدين كل يوم مطلوب شرعا، شيء حسن في الشرع، ليس في يوم يسمونه عيد الأب أو عيد الأم، ليس هكذا، هذا اتباع لعادات غير المسلمين. نحن عندنا إكرام الوالدين في كل يوم، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. هللوا وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وارزقنا حسن الحال والولاية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة.